السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم من جديد في قناة مع رزان. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وتكون احوالكم طيبة باذن الله، ورمضان كريم بدوام الصحة والعافية للكل، وكذلك ان شاء الله نتمنى عيد سعيد لجميع الناس بالصحة وبالسلام للكل. وبالنسبة للفيديو اللي بغيت نشارككم اليوم، بغيت نحاول نشارككم تقاليد يعني الاجواء اللي كنخلقوا في 10 الاواخر من رمضان، كل عائلة وطرق ديال الاحتفال ديالها، خصوصا اللي عنده الاطفال يعني كيصوموا اول مره، كنشجعوهم على الصيام وكنحفزوهم، ومن بعد يعني كنقوموا ببعض التحضيرات او احتفالات، كل منطقه كتختلف على الاخرى. واليوم ان شاء الله بغيت نشارككم بعض الطرق التقليديه باش نرجعوا شويه للمورود ديالنا التقليدي، كيف ما تعودنا من عند الاباء ديالنا والاجداد ديالنا كنحتفلوا، يعني كل واحد وطريقه الاحتفال ديالو. كاين اللي كيحتفل في الليله ديال عيد الفطر يعني قبل من العيد، كيقوموا بتحضير الحناء للاطفال وكذلك الفتيات والامهات اللي كيكونوا في البيت. واليوم ان شاء الله قررت نشارككم طريقه ديال الاحتفال ديالنا حنا بهاد الاجواء، وكنتمنى ان هاد المراسم وهاد التحضيرات اللي وجدتنا لاعجابكم اخواتي، ومرحبا بكم، وخليكم معايا تشوفوا جميع المراحل. ان شاء الله الفيديو غادي يعجبكم. كما شفتوا معايا اخواتي، يعني حاولت نجهز كل ما هو تقليدي كل ما هو يعني اصيل، نرجعوا شويه للتقاليد ديالنا والمورود ديالنا، ونقوموا باحياء هاد الليالي. يعني كل واحد كيفاش كيقوم بهاد طريقه الاحتفال، وحاولت نحضر كل ما هو تقليدي يعني 100%. وكيف ما كتعرفوا راه مع التزام بالحجر الصحي، يعني حضرت لي يعني في قدر المستطاع الحاجه اللي ممكن انني نحضرها وقريبه. بالنسبه للمنتوجات اللي شفتوا معايا اخواتي، حاولت نحضر يعني منتوجات قديمة يعني نوعا ما، وكانوا كيحتفلوا بها الامهات ديالنا، وكيقوموا يعني بالتزيين بهذه الطرق. كيف ما كتشوفوا معايا، حاولت يعني احضر نيفيا، كريم نيفيا اللي هو قديم، كانوا نساء يعني كيقوموا بترطيب البشره ديالهم بكريم نيفيا، وفي حقيقه يعني عنده رائحه مميزه جدا، وكذلك يعني كيقوم بترطيب البشره واضافه بعد يعني روائح طيبه. نيفيا عندها واحد الرائحه مميزه. وبالنسبه للسواك كذلك، كانوا الامهات والجدات ديالنا ولا بدا ما يكون العود ديال السواك يعني كيقوموا به بتنظيف الاسنان ديالهم وتبييض الاسنان ديالهم، علاش لا ما نرجعوش ونحيو هاد التقاليد. وكيف ما كيقول المثل، جديد له جده والبالي لا تفرط فيه، ياك اخواتي متفقين معايا. بالنسبه للعطر، كانوا كيستعملوا يعني واحد نوع من العطر، ولكن حقيقه ما قدرتش نحضره او نجهزه كيف ما قلت لكم، نظرا الالتزام بالحجر الصحي. حاولت نحضر كذلك هاد النوع من الرائحه ديال الفا، حتى هي كانوا كيقوموا يعني بالتعطير بها، وحاولت نقوم يعني بهاد الصابون العطري اللي كيديروا فيه القرنفل. وكيف ما كتشوفوا معايا، قمت بتحضير الورد، يعني الورد الطبيعي وكذلك الخزامه اللي كتعطي واحد الرائحه طبيعيه مميزه، ولا بدا ما نقوم بهذا النوع من الاعشاب اللي كتساهم في زياده التعطير
البيت ديالنا، وكذلك القرنفل اللي هو من اساسيات ومن التقاليد اللي كانوا النساء كيقوموا كيعتمدوها باش يقوموا ببعض الخلطات كانوا كيقوموا بها على مستوى الشعر ديالهم، كيخلطوه مع الحنة، كذلك يخلطوه مع الخزامه مطحون ومع الماء الورد كيسقيو به، وكيقوموا بهذا الخليط على الحن يعني خليط من الحنه كيقوموه بالوضع ديالو على الشعر ديالهم، وخصوصا في مقدمه الراس، وكان كيعطيهم واحد الرائحه مميزه. هذا الشيء بطبيعه الحال ما يمكنش نفرطوا فيه، ما يمكنش نرجعوا ليه ونتفكروا هذيك الايام الجميله جدا والمميزه. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا المسكو وهاد العشبه كذلك ديال الباديان، حتى هي كانوا كيقوموا بطحنها وسحقها وتزيين بها. ايوا حاولت نحضر لكم كيف ما كتشوفوا معايا المبيخره باش نقوموا يعني باجواء تقليديه، وكذلك نضيفوا بعض الروائح المميزه اللي كنكونوا كنرتاحوا حنا كنستنشقوها، وكذلك الشموح اللي حتى هي عطريه، وكذلك التمر اللي هو من الاساسيات اللي كنقوموا بتحضيرها، وكذلك بعض الزيوت العطريه والحليب كذلك. وحضرت كذلك يعني البيض، قمت بوضع الحنه عليه نقشته، وكذلك اوراق الحنه كيف ما كتشوفوا معايا اخواتي. وهنايا هذا غير يعني بعض الاضافات باش كنقوموها يعني من الحنه، ملي كنكملوا الحنه الفتيات والنساء اللي كيكونوا في البيت كنقوموا بهذاك التزيين بها. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا راه الحنه جهزتها من قبل، وهنايا السكر كذلك حاولت نزينه يعني بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا. وبالنسبه للحنه عندي واحد نصيحه بالنسبه للامهات يعني بصفه عامه، ملي كيبغيو يقوموا بتحضير الحنه ماشي ضروري اننا نخلطوها بالمنتوج او الماء اللي كيتسمى الدوليو، لا، لانه في خطوره على البنات وعلى كذلك الجلد. نحاولوا نقوموا بواحد الخلطه اللي كذلك كانوا كيقوموا بها النساء قديما، خلطه اللي كتساعد على ابراز ولا كتعطي اللون الحنه يكون يعني باين وبارز وظاهر. كانوا كياخذوا القرنفل، كانوا كياخذوا الخزامه، وكياخذوا الحبوب ديال الشاي ولا حبوب اتاي، كانوا كياخذوا العصير ديال الحامض، وكانوا كيطبخوا هاد المكونات مزيان وكيصفيوهم، وهذاك الماء هو اللي كيخلطوا به الحنه، وبطبيعه الحال كانت كتكون ظاهره وبارزه. ما كاينلاش نستعملوا بعض المنتوجات اللي فيها ضرر على الصحه ديال البنات ديالنا وعلى الجلد ديالهم. نحاولوا دائما نرجعوا لكل ما هو اصيل، كل ما هو تقليدي، ونكونوا في امان ان شاء الله. ونتمنى ان شاء الله ان اليوم الفيديو يعجبكم بزاف، وانكم تحاولوا اخواتي انكم ترجعوا الفرحه للبنات والامهات في البيت ديالكم يعني بطرق بسيطه، ما كل شيء متوفر الحمد لله، ونرجعوا لتقاليد ديال زمان علاش لا. ودابا غادي نحاولوا نديروا شويه الحنه للافراد ديال الاسره، يعني الكل يفرح براسو علاش لا، احتفالا بليله القدر او احتفالا بليله ديال العيد. المهم غادي نحاولوا نشارككم الطريقه اللي قمنا بها، ونتمنوا اخواتي انكم تنتوما تقوموا بهذه التقاليد وهذه الاجواء اللي بصراحه يعني مفرحه.
وكانت هذه هي نقيشه بسيطه، وحاولت نزينها يعني بعد من هذا كيف ما كنقولوا ليه السقلي اللي كنديروا للعروسه ديالنا الاميره ديالنا. وها نتوما البنات، ها نتوما هالفكره ديال رازان، نتمنى انكم تفرحوا بها الامهات الوليدات الاميرات اللي كيكونوا في المنزل صغيرات وكتفرحوهم. وها هي النقيشه وقبلوا عليا، ها هي بلا ما نجيبوا لا نقاشه لا زيانه لا كوافوره لا حتى شي حاجه، نزينوا البنات ديالنا ونزينوا نفسنا بنفسنا على قدر المستطاع. ونتمنى ان الفيديو يعجبكم، ونتمنى انكم تقوموا بهاد الاجواء اللي بسيطه وخفيفه وما كتاخذش كيف ما قلت لكم بعض ما كتاخذش الوقت، ما كتاخذش يعني تكاليف، ما كاين حتى شي حاجه مكلفه، ولكن كتكون فرحه واجواء مهمه. التقاليد ديالنا والمورود ديالنا ما كاينلاش نفرطوا فيه، دائما يبقى معنا ونربيو الوليدات على هاد التقاليد. وشكرا لكم اخواتي، وكنتمنى لكم عيد سعيد، وكنتمنى لكم ايام مباركه ان شاء الله بالصحه والسلامه ودوام العافيه للكل. وكانت هذه يعني اقتراحات وبعض النصائح وبعض الاجواء الرمضانيه الاخيره شاركتها معكم، وشكرا لكم والى فيديو قادم ان شاء الله.